ايدك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تعبت في فرحك يا استاذ زهد. يا راجل كفايه اثنين. ربنا يديك الصحه. ثلاثه واربعه. ايه رجعت نفسك يا غبريال وجاي معانا؟ انا رجعت نفسي من زمان ومش حاجه مع حد. امال واقف تتفرج عليا ليه والفرحه اللي انت مخبيها تفط من عينيك؟ طبعا فرحان. ايه ماليش نفس اشوفك بالبدله انا كمان؟ ماشي شوف يا سيدي، شوف براحتك. وانت بقى ناوي تروح للعروسه وابوها بايدك فاضيه كده؟ ذمتك دي حاجه تفوتنا عم غبريال. انا جايب لها احلى تورتايه في شارع الصناديل في الجيزه، تورتايه فور سيزون. تورتايه؟ التورته دي اكل، فين هديتك للعروسه؟ هديتها للعروسه؟ تصدق فاتتني دي يا استاذ زهدي؟ وبعدين حتى لو ما فاتتنيش وانا معايا فلوس، ده انا جايب التورتايه شكك. عموما انا عملت حسابي، امسك ادي هديه العروسه. ايه دي يا عم غبريال؟ افتح وشوف. سلسلة أم الله يرحمها ما كانش ينفع تتباع، السلسلة ديت ما يلبسهاش غير عروستك وبس. ربنا يخليك ليا يا عم غبريال. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك. يا راجل طب لما أنت عامل حسابك ما تيجي معانا بالمرة؟ لا يا زهدي أنا مش جاي، أنت عارف إن الموضوع ده أنا مش موافق عليه.